مازال هناك أمسيات وحفلات ونسكن بجوار بعضنا. فقد صدر لها مجموعة قصصية لأنها ماطرة في العراق، فهل مبروك على هذا الإصدار الجديد. ومع الشاعرة رحمة القاص تتقدم إلى منصة البحث لتلقي قصيدة من قصائدها الجميلة. بسم الله تعالى وبركاته، هنيئا لك بهذه الموهبة وهنيئا لنا بهذه الإضافة للسنة الثقافية المغربية، نحن سعداء بك. ورحم الله جميع أمهاتنا في هذا اليوم الجديد. لا تهجريني يا مزلة بخلق تمطرني شوقا، لا تهجريني، تسلقي دروب النبض واعزفي ناياه لحنا وثوقا، فثقوبه تغزوها المياه وتدعوها بين الفجاج عجاجا، يصيب عيون الضوء يبعثرها في حلق القمم، تخنق بالغبار الصدق يا قابعا في صمت وجعي، لما أضعت يا قابعا في صمت وجعي، لما وضعت برقبتي حبلا وشيكت بالذاكرة برجا، يسوقه طوفانك سوقا وترسو على الغارب سفينة، لا تدري للنجاة إلا غرقا بين موجك أو في بحرك القرار، يا قيدا أرناني حرقا يا مزنة بالخفق اغسليني مني، تلك البراكن أطفأتني وتدفقت بين تهاليز البراري، ليلى كبلته الظلمة فانكفأ على وجهه يبكيني رفقا، يا مزنة بالخفق كيف السبيل إليه، الأرض قسماء قلب مزقتها تجاعيد الضنك، تعد أسابع الرمق سرا مكسورة صورها على الجدران، أحاطتها الخيبات فمضت تسعل أناتها لطخا، تتهجى الخطوة بين اللظى والتشطي، تبحث في المرايا عني لأراني بين الظلال انعكاسا، يرميني على الأبواب طرقا، أيا فسحة بالخلق مزنها يمطرني عتقا. شكرا لكم.